اول فيلم ان انا شفت جوزي في المنام جايب فرخه وجايب لي قالبين زبده وبيقول لي انا عايزك تعملي الفرخه دي وتحمرها لي بالزبده. تمام، زوجك موجود صح؟ اه ربنا يبارك لك فيه. تمام، ده كان اول حلم. اوكي. تاني حلم انا ماما متوفيه، الله اوكي يرحمه ويغفر لها. الله يرحمها، فشفتها جايه في بيت كبير كده ليه عمدان وبعدين واقفة، والعمدان الكبيرة دي بتقع هي والبيت يعني والأدوار، بس الأدوار كلها فيها ناس أنا معرفهاش. فلقيتها بتقول يلا لا احنا نطلع بره ان البيت بيقع يعني عشان ما يقعش علينا. فهي طلعت وانا لقيت بنت صغيرة لابسة فستان احمر، فخدتها لقيتها بتعيط فخدتها وحاولت اخرجها من المكان ده. فبعد ما اتحركت والعمدان دي وقعت والبيت كله وقع، لقيت فيه ناس جايه بتبكي وكده وبتقول شفتي بنت صغيره ولابسه فستان احمر؟ فقلت لهم شفتها وخرجتها بره. فقالوا لي لا ده احنا مش لاقيينها، شكلها ماتت تحت البيت. فانا زعلت عندك اخوات جدا. يا نورة؟ اه عندي صلاتكم ايه ببعض؟ كويسه جدا. مين في حد فيهم عنده مشكلة؟ لا اوكي. يعني كان بنتين وأخ ولدين. ده كان تاني حلم. تالت حلم بقى أنا دايما بحلم إن أنا بطير، بس مش في القاهرة يعني، أنا بطير بس في أمريكا في بلاد غريبة يعني، ودايما بيبقى تحت المكان اللي أنا بطير فيه بيبقى فيه زي بحر، بيبقى فيه ضلمة، بيبقى مكان مخيف يعني، بس بلد أنا معرفهاش. آه، بتطيري دي راكبة طيارة ولا لا انت انا اللي اللي بتطير؟ بطير. اه وانا بطير كده ببقى خايفه ان انا هقع، بس بكمل طيران ما اعرفش ازاي، بس حاجه بالنسبه لي تمام. غريبه بيكون يعني. في مشقة في الطيران ده ولا بتحسي لا ان انت عادي تقدري لا لا تطيري عادي؟ لا عادي. والحلم ده بيتكرر معايا كتير جدا من وانا مثلا صغيره، عندي 10 سنين 11 سنه، دلوقتي عندي 41 سنه. العمر كله يا رب. حاضر يا نور، عينيا. ممكن بس اقول حلم اخير؟ اتفضلي. اخر حلم ده برضو جدتي الله يرحمها، انا حلمت ان هي جت في المنام وخدتني من ايدي كده وقالت لي تعالي معايا هنروح مشوار صغير، وخدت خالتي دي عايشه في ايديها التانية، راحت بينا كده مكتب وطلعت قالت لي طلعي الباسبورتات من الشنطه من معاكي، وانا طلعتها واديتها للراجل، وبعدين قالت له انا عايزه 2 تذكره العمره انا وبنتي، بنتها دي اللي هي خالتي. فاخدت قال لها ماشي، وقالت له بس تبقى قاعده جنبي معايا في نفس يعني الكرسيين هي وجنب بعض. مامتك عملت عمرة قبل ما تتوفى؟ لا اوكي. وبعدين قال لها تمام، وبعدين اداني بقى الباسبورتات شلتها لها، والمفروض ان هي يعني مشيت بعد كده بقى. حاضر يا نورة، شكرا على اتصالك حبيبتي. وعلى فكرة يا نورة تقدري تتواصلي معايا طول الأسبوع من 6 ل 9 على رقم 1755، أرد عليكي بس مش على الهواء. بصي يا نورة، بسم الله. أولا البيت اللي فيه عمدان كتير وقع ده، لا هو هيبقى فيه مشاكل فعلا، والمشاكل دي هتبقى تخص والدتك، حد يعني من دم والدتك، يا إما ولادها يا إما أخواتها، حد عنده مشاكل. وبتوصيكي إنك حتى لو هتقفي في المشاكل دي بلاش تدخليها بيتك او بلاش تأثر عليكي. تمام. البنت اللي انتي حميتيها او اخدتيها وطلعتيها بره البيت قبل ما يتهدم ده، حد هتنقذيه من مشكلة لكن مش هيعترف بيها، او مش هيعترف ان انتي وقفتي جنبه. تمام. زوجك في خير ان شاء الله وهيدخل عليكي بيه، ممكن بوزيشن جديد في الشغل، في فلوس جايه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، وهيكون الرزق ده خاص بيكي وبولادك. تمام. والدتك بتوصيكي على خالتك. اوكي. وفي حاجات يعني مثلا في حد بيبقى نفسه قوي ان هو يطلع عمره بس بيتوفى قبل ما يطلع عمره، فما تعلميش ربك كاتب ايه، وبيبقى ساعات ربنا بيكتب لنا ثوابها كتير قوي. الحلم اللي انت حلمتيه بتاع الطيران، انت بتعرفي تخرجي من المشاكل وبتعرفي تلاقي لها حل، انت متحمله مسؤوليه البيت كله وكل المسؤوليه اللي حواليكي عليكي انت، او انت اللي بتعرفي تخرجي من المشاكل وتحليها وتعرفي تعملي ايه فين وامتى الحاجات دي كلها، فانت بتعرفي تحلي مشاكلك
من غير أي مساعدات، ودي حاجة كويسة جدا، والله أعلى وأعلم.